واحد النهار في 2006 واحد البوليسي كان كيدور عادي في المدينه باش كيشوف واش الامور بخير واش ما كاين حتى شي مشكل. وهو كيدور بان ليه واحد السيد كيجري وكان داخل سوق راسو. البوليسي مشى لعندو وبدا كيسولو معلومات شخصيه، شنو سميتك، فين ساكن الى اخره. الراجل بطبيعه الحال كان كيجاوب وكان مرتاح وكيضحك عاد من الفوق. وفي الاخر فاش داك البوليسي سال الحوار معاه خلاه يمشي يكمل طريقه. وهذا كان اكبر غلط دارو داك البوليسي، ما كانش عندو عندنا فكرة على شكون هو داك السيد وعلى الروينة اللي نايضة عليه في أمريكا كاملة. السلام عليكم، سميتي سكينة ومرحبا بكم في قناة سوكي ستوريز. الناس جداد اللي أول مرة كيجيو لهاد القناة، إلا كنتم من عشاق القصص الواقعية فهاد القناة دارت ليكم. كنحتاج هاد القصص طوال في السيمانة كل اثنين وخميس وسبت. إلا كان هادشي كيهمكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبطبيعة الحال ما تنساو لي زي الإعجاب. ودابا إلا كنتم مستعدين يلا نبداو. القصة ديال اليوم غترجعنا للور ل 1958 وغتدينا لساود ويست اوكلاهوما في امريكا. تما في داك الوقت وبالضبط في 19 دجنبر 1958 تزاد واحد الوليد سميتو ريتشارد لي ماكنير، وهو اللي داير عليه القصة ديال اليوم. ريتشارد كان هو الكبير عند والديه ومن موراه ولدو ثلاثة اخرين. هاد الاسرة كانوا ديما كيرحلوا من مدينة لمدينة ومن بلاصة لبلاصة، حتى الاخر صافي شراو دارهم واستقروا في مدينة دانكن، حيت تما الاب ديال ريتشارد واللي كان سميتو جيمس واخيرا تقبل في الخدمة الاحلام ديالو ولا محقق مع البوليس. طفولة ريتشارد دازت زوينة وعادية وما فيها حتى شي مشكل. باهمو ما كانوش مخصصينو من حتى شي حاجة لهو ولا خوتو الاخرين، وكانوا قراب لبعضياتهم كاملين وعايشين فرحانين. فاش ريتشارد سال القراية ديالو في الليسي ما مشاش دخل الجامعة مباشرة، بغى يخدم بعدا واحد المدة يجمع فيها شوية ديال الفلوس عاد يكمل القراية فين ما بغى. صافي بدا كيخدم هنا ولهيه، خدم في البنيس، باي في القهاوي، خدم في الاذاعه ديال الراديو، وخدم حتى دي جي الى اخره. واخر خدمه خدمها كانت في البيع والشراء ديال الطوموبيلات، وكانت عجبته بزاف وارتاح فيها. ريتشارد ربى شخصيه قويه بكاع التجارب اللي دار، والسيد كان قافز وكان عارف شنو كيدير. فين ما تحط كيخدم ويضرب تماره وكيدير بلاصتو بالزز، وهذا الشيء كامل وصل ليه هو في عمره يلاه 19 العام. فاش وصل ل 20 عام صافي حبس الخدمه وبغى يكمل القرايه ديالو في الجامعه. كان مشى دفع لواحد الجامعه كاينه في مدينه اخرى بعيده غير 16 كيلومتر على دانكن سميتها ادموند، ولكن قرا تما غير 6 شهور ورجع بحالو، حيت قال لك ما عجبوش النظام ديال القرايه في ديك الجامعه. ومن بعد ما رجع كمل بحال الاول في الخدمه اللي كتعجبو، البيع والشراء ديال الطوموبيلات. في 1980 فاش ريتشارد وصل ل 22 عام وشاف راسو مستقر ماديا، تزوج بالحب ديال الطفوله ديالو واللي كانت واحد البنت سميتها دوروثي، وفي عمرها ديك الساعه 19 العام. منين كان صغير هو كيعرفها، وكانوا ديما كيلعبوا بجوج، وديما كان كيقول ليها فاش غنكبروا غادي نتزوجوا، كتقول ليه صافي واخا. وفعلا داكشي اللي دار، فاش كبر وشاف راسو مستعد طلب يديها للزواج وهي وافقت بدون تردد. من مور الزواج مشاو كراو دار اللي سكنوا فيها بوحديتهم، وكانوا عايشين فرحانين وما كاين لا مشاكل لا والو. ولكن كانت واحد الحاجه اللي ما تفهموش فيها واللي هي القضيه ديال الاولاد. دوروثي كانت باغا تولد شي وليد اولا بنيتها، ولكن راجلها ريتشارد ما كانش باغي الولاد بمره. ولكن واخا هكاك ما تجبدش صداع كبير على هذا الموضوع. دوروثي فاش شافت راجلها ما باغيش الولاد تفهماتو وقالت غنخليه على خاطرو حيت من بعد يقدر يبدل الراي ديالو. من بعد واحد المده وهما مزوجين دوروثي بدات كتلاحظ شي حوايج غراب في ريتشارد، شي حوايج اللي ما كانتش عارفاهم عليه. السيد كان مهووس لدرجه كبيره بالاسلحه بكاع الانواع ديالها، كان كيحمى عليهم. كل مرة كان كيشري سلاح جديد وديما هزو معاه، واخا كان عارف ان هادشي ماشي قانوني. واحد النهار مشات لعندو بدات كتهضر معاه وكتنصحو، قالت ليه مالك على هاد الاسلحة كاملين، حتى الا كانوا كيعجبوك وباغي تشريهم على الاقل ما تبقاش تهزو معاك لبرا حيت خطر عليك ويقدروا البوليس يلقاوهم عندك ويشدوك. ريتشارد ما خلاها حتى تكمل الهضره ديالها، قال ليها ماشي سوقك هذا شغلي وانتي ديها في راسك. دوروثي فاش شافتو نفاعل لهاد الدرجه تصدمات، حيت ما عمر رفع عليها صوته وبقى فيها الحال بزاف، حيت كانت النيه ديالها غير تنصحو حيت خافت عليه. ديك الساعه حتى هي نط كتغوت عليه، قالت ليه ما تغوتش عليا ونوضو مدبزه كبيره على والو. ومن تما ولات العلاقه ديالهم ماشي حتى لهيه. ريتشارد ما بقاش كيدخل للدار بزاف ولا ديما مجلوق في الزناقي، وحتى الا دخل كاع ما كيبغيش يهضر معاها، قليل الا قال ليها شي حاجه. وبقاو بحال هكاك العلاقه ديالهم بارده، حتى لواحد النهار دوروثي كانت جالسه في الدار ما عليها ما بيها، حتى وصلها واحد الخبر بلي راجلها العزيز
باريس تشد في الحبس حيت سرق واحد الطوموبيل وشعل فيها العافية. تما صافي كرهاته، وكانت هذيك هي النقطة اللي فيضات الكاس. في البلاصة نط الباص طلقوا غير من مور عام ونص وهما مزوجين، وكانت ممتنة بزاف حيت ما ولدتش معاه الولاد. دازت 6 شهور وفبراير ديال 1982 ريتشارد خرج من الحبس وصافي بغى يدير عقلو ويبعد على الصداع. مشى تسجل في القوات البحرية وبدا التدريبات ديالو، وكان واعد راسو يركز غير على خدمته ويحسن حياته. ومن بعد كانوا صافطوه يكمل التدريبات ديالو في مدينة داكوتا الشمالية، وتما في بلاص ما يكمل في الطريق المزيانه ويركز على حياته خرج الطريق بمره، ولا عطيها غير البيران والبنات والشراب. كان يوميا من مور الخدمه كيسهر في الملاهي الليليه وديما سكران، ولكن ومن بعد مده قصيره داك الشراب اللي كيشرب ولا كيفرعو بزاف في المعده ودار ليه مشاكل كبار في المصارن، حتى صافي قرر يبعد منه ويركز عاوتاني على الخدمه وعلى الرياضه. الاعوام كيدوزوا وريتشارد نسى شي حاجه سميتها الصهير والشراب، ولا مقابل غير الرياضه والخدمه، وما بقى كيدير لا صداع لا والو. حتى مدوك الضباط اللي كانوا مقابلينهم في القوات البحريه كبر في عينيهم وكانوا ديما كيشكروه، ولكن كما كيقولوا عمر الرقاص ما كينساه زد الكتف. في 1987 ريتشارد رجع عاوتاني لعادته القديمه، وفي واحد الليله بغى يفوج على راسو حيت توحش بزاف دوك السهرات والقصاري. مشى لواحد الملهى ليلي كاين في ديك المدينه، وفاش كان تما دخل في شي مدابزه كبيره مع شي حد وما حسش براسو حتى ضرب يديه مع شي قرعه ديال الزاج حتى تهرسات، ويديه كانت تجرحات بزاف. داوه دغيا للسبيطار وغرزوا ليه ديك الجرحه، وحيت كانت غارقه فالاطراس ديالها غادي يبقى ديما معاه في يديه. من داك النهار السيد تبدل كل ولا عصبي وما مفهم مع حتى شي واحد، وحتى التدريبات ديالو ما بقاش كيحضر ليهم كيف ما كان، ولا رجع للسهرات والبيران كيف ما الاول. ريتشارد ما كفاش هادشي كامل وكملها وجملها بالشفره. في الاول حصلوه كيشفر الفلوس من السيكان صحابو في الخدمه وما صفتوش للحبس، وانما هبطوا له الرتبه ديالو في القوات البحريه. صحاب ليكم حشم وصافي تاب؟ لا بالعكس، زاد فيه وزاد طور ديك الشفره. كان كيدخل الديور ديال الناس بلا حس وكيشفر المجوهرات وداكشي اللي عندهم تام. الغريب في الامر ان ريتشارد ما كانش كيبيع داكشي اللي كيسرق، كان كيخليهم عنده غير ديكور حيت كان كيعجبوه، يعني ما كانش كيسرق باش يدير الفلوس ويولي لاباس، وانما غير كان كيعجبو داك الاحساس ديال تسلط للديور ديال الناس بلا ما يشوفوا حتى شي واحد. المهم بقى على هذا الحال حتى جا واحد النهار ريتشارد تحول فيه من شفار لقتال. في 17 نوفمبر 1987 ريتشارد تسلط بالحس لواحد الشركه ديال الزراعه، وغير دخل داخل مشى نيشان قصد المكتب الرئيسي اللي كاين تما. من بعد مشى لداك الكوفر اللي كاين في داك المكتب وبدا كيحاول يحلو باش يسرق داكشي اللي لداخل. في ديك الوقيته اللي كان كيدير فيها هاد العمليه ديال السرقه كرشو كان ضاره، حيت الليله اللي من قبل كان شرب بزاف ديال الشراب وكان عارف انه ما كيوافقوش، وصافي ما بقاش قادر يصبر وكان خاصو دغيا يمشي للطواليت. خلى داك الكوفر على ما يمشي يقضي حاجته ويرجع ديك الساعه يكمل هادشي اللي بداه. فاش كان راجع سمع الصوت ديال شي كاميو كيبلاصي قدام ديك الشركه. ريتشارد تخلع، جاتو غريبه حيت ما كانش معول على هذا الشيء، كان متاكد بلي الخدامه ما كيجيوش في ديك الوقيته. مشى طلب التخبيه من السرجم وبالو بلي داك الكاميو كان غير ديال السلعه وكان سايقو واحد الراجل كان سميتو جيري ديس. وشويه وهو مازال كيطل عاوتاني شاف راجل خور اللي كان سميتو ديك كيسمان، جا في الطوموبيل ديالو لحق على جيري باش يعاونو يخويو السلعه من داك الكاميو. ديك يعني الراجل الثاني اللي لحق على جيري دخل الشركه هو الاول باش يحل الباب الكبير منين يدخلوا السلعه، ولكن ومع دخل حس بشي حاجه ماشي حتى ليه. اولا لقى السلوكه ديال الكاميرات وديال اجهزه الانذار مفكوكين وما خدامينش. ديك ما عيطش على البوليس ديك الساعه، قال يمكن شي واحد من الخدامه في الليله اللي من قبل غلط وفك هاد السلوكه. مشى نيشان للمكتب الرئيسي اللي كان مخبع فيه ريتشارد، ومن البعيد شاف الباب ديالو محلول، وهنا قال صافي راه شي واحد دخل الشركه باش يسرقها. مشى بالزربه دخل داك المكتب باش يشوف شنو تسرق، وما كانش عارف بلي الشفار راه باقي مخبع تما. ومع دخل وفي واحد اللحظه جاتو رصاصه في ودنو زقلات ليه راسو بشويه. ريتشارد كان هو اللي تيرا فيه وكان قصد يجيب ليه رصاصه في راسو، ولكن غلط وجابها ليه غير في ودنو. ديك طاح في الارض وبدا كيغوت بالحريق. جا ريتشارد قرب ليه وتيرا فيه جوج رصاصات اخرين في الجسم ديالو باش يقتلو، ولكن ومن ظهرو جاوه دوك رصاصات غير في الكتاف، وبقوه الالم والخوف سخف وريتشارد كان كيسحبت ليه صافي راه قتلو. من بعد مشى كمل داكشي اللي بداه، حل داك الكوفر وشفر كاع الفلوس اللي كانوا لداخل وخرج من الشركه. فاش كان خارج بشويه من الشركه بدا كيدور عينيه على برا واش ما كاين حتى شي واحد تما اللي يشوفه، وفاش دار من موراه لقى جيري الشيفور واقف وكيشوف فيه مستغرب. وقبل ما ينطق حتى بكلمه ويسولو شكون انت وشنو كدير هنا، ريتشارد جبد السلاح ديالو تيرا فيه للراس قتلو باش ما يخلي من موراه حتى شي شاهد.
فاش وصلوا وقت الخدمه وجاو العمال اللي كيخدموا في الشركه لقاو قدامهم ديك الروينه وعيطوا على البوليس. ما داش بزاف وصلوا لتما لقاو جيري ميت على برا وديك مازال حي لداخل ولكن بزز باش كيتنفس حيت خسر بزاف ديال الدم. هزوا دغيا السبيطار على الله يعتقو ويقول لهم شكون اللي دار فيهم هاد الحاله. داز جوج ديال السيمانات وهو في غيبوبه وفاش فاق مشاو لعندو المحققين بجره باش يسولوه شكون اللي دار هاد الشيء، ولكن وللاسف هو براسو ما كانش شاف الوجه ديال المجرم حيت كان الظلام ديك الساعه، يعني ما عندهم كاع كيفاش يديروا يعرفوا شكون هو وشكون اللي دار هاد الشيء. داز 3 شهور كامله بلا حتى شي جديد، ريتشارد عايش حياته عادي بحال الا ما دار حتى شي حاجه، ولكن حتى الامتى؟ من قبل كان كاري واحد الدار عند شي ناس، ولكن من بعد ما دار هاد الجريمه ما بقاش كيمشي لديك الدار، وحتى الكره ما بقاش كيخلصو. مول الدار بطبيعه الحال بغى فلوسو وديما كيقلب عليه وما كيلقاهش وديما كيتسناه باش يرجع وما كيرجعش، وفي الاخر قرر يدير شرع يديه ويدخل ديك الدار ويشوف الا تما شي اتات غالي يبيعو ياخذ الفلوس وخلاص باش يخوي الدار ديالو ويجيب شي كاري جديد. فعلا داكشي اللي دار، دخل الدار هو ومرتو ولادو وهما كيدورو في الدار. دخلوا لواحد البيت وفي داك البيت لقاو بزاف ديال الحوايج اللي كيبانو مسروقين، كانوا تما الديكورات المجوهرات البزاطم الى اخره، وكان تما حتى واحد السلاح. دوك الناس غي شافوا هاد الشيء خافوا وفي البلاصه عيطوا على البوليس. ما داش بزاف وصلوا تما المحققين وحتى هما غي شافوا هاد الشيء مباشره عرفوه مسروق، وفاش شافوا داك السلاح اللي كان تما تفكروا الجريمه اللي مات فيها جيري وكان غادي يموت فيها ديك. الرصاص اللي كانوا جبدوا من الاجساد ديالهم كان ديال هاد السلاح اللي لقاو دابا في الدار ديال ريتشارد. البوليس قالوا يمكن مول هاد السلاح هو اللي قتل جيري وكان غادي يقتل ديك. في الاخر سولوا مالين ديك الدار شكون هو السيد اللي كان كاري عندكم هنا، وقالوا ليهم كان سميتو ريتشارد لي ماكنير. مباشره رجعوا للمركز وبداو كيقلبوا على شكون هو هاد ريتشارد. لقاو خدام في القوات البحريه وديجا هبطوا ليه الرتبه حيت حصلوه كيسرق. من بعد ما لقاو هاد الشيء تواصلوا مع البحريه باش يسولوهم على فين كاين وعاودوا ليهم هاد الشيء كامل اللي لقاو عنده في الدار، وقالوا ليهم حتى على داك السلاح اللي لقاو عنده واللي كان نفس السلاح اللي تقتل به جيري وكان غيتقتل به ديك. البحريه بطبيعه الحال قالوا ليهم على فين كاين، ولكن البوليس ما مشاوش يشدوه ديك الساعه، كانوا باغيين وهو يجي لعندهم المركز وعاد ديك الساعه يشدوه. لغد ليه البوليس عيطوا ليه كواحد خدام في البحريه وقالوا ليه راه الشاف ديالك بغاك تجي لعندنا باش دير عندنا شي مهام. ريتشارد تيقوم ركب طوموبيلته ومشى لعندهم بلا ما يعرف انه غادي لتما باش يشدوه يديروا معاه تحقيق. فاش وصل لعندهم المركز دخلوه لداخل وعاد ديك الساعه شدوه وربطوا ليه يديه بالمينوط مع الطابله، ومباشره بداو كيديروا ليه استجواب وكيسولوه. فالشاف راسو وحل قال ليهم ما غادي نقول لكم حتى كلمه حتى تجيبوا لي محامي. ومن بعد واحد المده فاش شافوه ما غاديش يهضر صافي خرجوه من ديك الغرفه ديال الاستجواب وخلاوه بوحدو على الله يفكر مزيان ياك ما يبدل الراي ديالو ويعترف بكل شيء. ولكن كانوا غالطين حيت فاش خلاوه بوحدو ما كانش كيفكر في انه يعترف، كان كيفكر في شي طريقه كيدير يهرب. ريتشارد كان هز معاه في الجيب ديال الجاكيطه ديالو مرطب ديال الشنايف، فاش ما كان معاه حتى شي واحد جبدو وبدا كيدهنوا ليديه اللي كانت مربوطه بالمينوط باش تزلق ليه. وفي الاخر صدق ليه هذا الشيء اللي كيدير، قدر يخرج يديه من المينوط ويفكها. وديك الساعه خرج سالت من الغرفه ديال التحقيق بلا ما يلاحظوا حتى شي واحد. فاش وصل الباب ديال الكوميساريه وصافي ما بقى له والو ويخرج شافوه المحققين اللي كانوا كيديروا ليه التحقيق وبالزربه بداو كيتبعوه. ريتشارد غير شافهم جايين لعندو بدا كيجري باقصى سرعه وهما كيجريو من موراه، ومن بعد 10 دقائق ديال الجره ما قدروش يشدوه بكثرت ما كان كيجري بالزربه. في الاخر دخل لواحد العماره مهجوره وتما كان باغي ينقز من الطابق الاول ويجي لتحت وصافي يهرب، ولكن فاش بغى ينقز تعكل وطاح لتحت على رجليه وتهرس، وهكا ما بقاش قادر يجري ولحقوا عليه البوليس شدوه. من بعد ما داوه للسبيطار وبرا دوزوه نيشان لواحد الحبس باش يجلس تما على ما تبدا المحاكمه ديالو. داز غير شهرين وفاش جاو لعندو باش يديوه للمحكمه لقاو السيد حفر واحد الحفره قداش من جهه البلاصه اللي عندو فيها الطواليط، كان باغي يهرب ولكن حصل قبل ما يكمل الحفره. في المحكمه ومن بعد ما سالت المحاكمه ديالو تحكم عليه ب 35 عام ديال الحبس بتهمه القتل ديال جيري ومحاولة القتل ديال ديك وشي تهم اخرين ديال السرقة. وفي شهر يونيو ديال 1988 داو الحبس اللي كاين في مدينة داكوتا باش يدوز فيه العقوبة ديالو.
فاش وصل داك الحبس دخلوه نيشان لواحد الزنزانه اللي غيكون فيها بوحدو مع الحراسه المشدده، حيت من قبل حاول يهرب وكانوا خايفين اللي يعاودها. ولكن هاد المره ريتشارد ما حاولش يهرب، بالعكس اندمج مع كاع المحبسيه اللي كانوا في داك الحبس ولا ظريف بزاف وما كيديرش ولو نقطه ديال الصداع. كان شي مرات كيجمع بزاف ديال السجناء وكيبقى ينصح فيهم وكيوريهم الطريق الصحيحه اللي يتبعوا فاش يخرجوا من الحبس وما يديروش بحالو. الحراس اللي كانوا تما تعجبوا منه حيت كانوا سامعين عليه انه شخص ما مزيانش ومتهم بجريمه قتل ومحاوله القتل وعاد شفار محترف. ما كانوش عارفين انه مازال كيف ما كان، راه غير كان كيمثل عليهم باش ياك ما ينقصولو من العقوبه ديالو، اولا على الاقل يحيدوه من السجن الانفرادي ويديروه في شي زنزانه مع شي سجين اخر. ولكن هاد الشيء ما وقعش، دازوا الشهور والسيد شاد الطريق وبعيد عن المشاكل وحتى شي حاجه ما تبدلات. العقوبه ديالو مازال 35 عام ومازال في السجن الانفرادي، كان كيخرج منه غير باش ياكل اولا باش كيديهم كيخدموا في الحبس النيت. وهذا الشيء كان طلع ليه في الراس، كان كل نهار كيشوف قدامه السجناء اللي تما كل مره واحد كيخرج وهو باقي قدامه سنين بينين باش يقدر يخرج. وصافي هنا عاوتاني بدا كيفكر في الهروب. فاش كان كيخطط باش يهرب قالها لواحد السجين خور سميتو راندال هيتش واللي حتى هو كان باغي يهرب من تما. وصافي بجوج بهم بداو كيرسموا الخطه اللي غادي يديروا باش يهربوا. من زهرهم كانوا في دوك الايام داوهم لواحد المعمل كاين تما النيت في الحبس اللي كيخدموا فيه غير السجناء، وفي داك المعمل كيصنعوا شي حاجه بحال مثلا السلوكه ديال الضو. فاش بداو الخدمه في ديك الجهه راندل طاحت عليه واحد الفكره اللي يديروا باش يهربوا. كان شاف تما في السقف واحد الفتحه ديال التهويه وكان قال ليه لريتشارد شنو بان ليك نهربوا منها، وهو وافق وقال ليه واخا. بكثرت ما كانوش حاملين يبقاو في الحبس، في النهار الاول اللي بداو فيه الخدمه بداو الخطه ديالهم. تسناو حتى وصلت الوقت ديال الاستراحه ديال الغداء والسجناء كاملين وحتى الحراس ما بقى حتى شي واحد كيدور في داك المعمل. راندل وريتشارد تخباو في واحد القنت تما وغير شافوا ما كاين حتى شي واحد ديك الساعه خرجوا. ريتشارد طلع في داك الفتحه ومشى كيزحف للجهه الاخرى باش يحل داك البويبه ديالها اللي كاينه تما. ما كانوش ناويين يهربوا في داك النهار، كان باغي غير يحل داك الباب ويخليه حتى لغد ليه ولا مره واحده اخرى وديك الساعه عادي يهربوا. وفعلا طلع وبدا كيزحف ووصل حتى الجهه الاخرى وحل داك الباب ورجع بحالته بحال ما داروا والو. بجوج بهم فرحوا بزاف واتفقوا لغد ليه في الوقت عاوتاني ديال الاستراحه الغدا يطبقوا الخطه ديالهم وهاد المره يهربوا. ولكن هاد الشيء ديالهم ما صدقش. لغد ليه في الوقت ديال الغدا فاش ما كان تما حتى شي واحد بداو الخطه ديالهم. وفي واحد اللحظه راندل طيح واحد الحديده اللي تسمعات بالجهد. الحراس طاروا لتما وحصلوهم شبوبطين في داك الفتحه باغيين يهربوا وشدوهم قبل ما يمشيو، ومن تما داروهم في السجن الانفرادي وزادوا ليهم العقوبه ديال الحبس حيت بغاو يهربوا. ودابا ريتشارد رجع للزيرو وعاد من الفوق تزادت ليه في العقوبه. دازو الشهور وهو على ديك الحال، كان محبوس غير بوحدو في زنزانه كياكل ويشرب فيها وما عندوش الحق كاع يخرج من تما بمره. واخا هكاك ما دارش عقله وما ندمش، كان مازال كيفكر في الهروب وكيفكر كيفاش يدير ليها. فسال العقوبه ديالو في السجن الانفرادي رجع كيف ما كان في الاول، وداوه باش يخدم في واحد المصنع تما النيت في الحبس ديال الجورنالات. فتحه التهويه تما عاليه بزاف وما عندوش كاع كيدير يهرب منها. ولكن وفاش كان كيصايب دوك الجورنالات وواحد النهار كان كيجمع داكشي اللي كاين تما، وغير بالصدفه لقى التصميم ديال واحد الجهه من الحبس كانوا يلاه بناوها. داك الجهه كان فيها واحد البيت اللي دايرين فيه تلفازه، ودوك السجناء اللي كيخدموا مزيان وما كيديروش صداع كانوا كيجازيوهم شي فيلم يتفرجوا ليه تما. ريتشارد فاش شاف التصميم ديال ديك الجهه لاحظ ان من مور ديك التلفازه كاينه واحد الفتحه ديال التهويه اللي كانوا مغطينها بديك التلفازه النيت، وديك الفتحه كانت كتخرج لعلى برا ديال الزنزانات. وهنا طاحت ليه في بالو واحد الفكره واللي هي يشوف شي طريق يدخل بها لداك البيت ويهرب من ديك الفتحه. مشى عاوتاني قال هاد الخطه ديال الهروب لداك راندل اللي كان خرج عليه المره الاولى، وزادوا معاهم شخص ثالث اللي غيهرب معاهم واللي كان سميتو ريك هولاند. هاد ريك من قبل ما يدخل الحبس كان خدام حارس في الجيش، ودابا راندل دخلوا معاهم في الخطه ديال الهروب حيت كان كيصحابت ليهم فاش غادي يخرجوا من الحبس غادي يعاونهم بالمعارف اللي عنده. المهم داك النهار اللي كانوا ناويين يهربوا فيه مشى ريتشارد هضر مع المسؤولين ديال الحبس باش يخليوه هو وجوج ديال صحابو يدخلوا لداك البيت يتفرجوا في شي فيلم باش يفوجوا على راسهم شويه حيت كانوا خدموا بزاف في داك المصنع اللي كاين تما. المسؤولين وافقوا وبلا ما يشكوا فيه خلاوهم يدخلوا يتفرجوا. في ديك الليله دخلوا لداك البيت وسدوا من موراهم الباب وحتى السراجم وطلقوا واحد الفيلم وجهدوا في الصوت. ريتشارد جر التلفازه ولقى ديك الفتحه اللي شاف في التصميم وبدا كيحاول يفك ديك الحديده اللي ساده عليها، وغير حيدها بثلاثه بهم دخلوا تما وبداو كيزحفوا حتى خرجوا من الجهه الاخرى. فاش خرجوا من ديك الجهه كانوا دخلوا في واحد المنطقه كاينه النت في الحبس
ستيبس كتسمى منطقة الموت. الحرات اللي كيكونوا تما كيكونوا هزين الأسلحة، ولا مشاو حتى شافوا شي ساجين باغي أو اللي كيحاول يهرب كيتيريو فيه نيشان بلا ما كيفكروا. فاش خرجوا من داك الممر الطويل وبداو كيتسلتوا بشوية باش يوصلوا للسياج ديال الحبس، حصلهم واحد الحارس، ولكن من زرهم ما كانش هز السلاح. وقبل حتى ما يرجع كيجري باش يعلم الحراس الاخرين يجيو يشدوهم، كانوا صافي نقزوا داك السياج وهربوا بثلاثه. وغير وصلوا على برا في البلاصه تفرقوا، كل واحد فيهم مشى في الطريق. الصفارات ديال الانذار تلقوا في الحبس ونضت الروينه، وبزاف ديال الحراس خرجوا كيجريو باش يقلبوا عليهم. ومن بعد غير شي سوايع شدوا هولاند الراجل اللي كان في الجيش واللي قال لك غادي يعاونهم بالمعارف ديالو فاش غادي يخرجوا من الحبس. لقاوه طايح في واحد الحفره ومهرس من رجليه، وحتى راندل تشد لقاو شفر واحد البيكوب باش يهرب بها، ولكن البوليس عاقوا به وبداو كيجريو من موراه حتى شدوه. اللي قدر يفلت منهم كان هو ريتشارد، كان حتى هو شفر طوموبيل وشد الطريق لمدينة داكوتا. ما بقاش جالس غير في بلاصه وحده، كان كل مره في جهه وكل مره كيشفر طوموبيل جديده. ومن غير هادشي كله حسن الحياه ديالو، طول شي شويه الشعر وصبغوه بالصفر باش ما يعرفوهش. من بعد صافي ما هرب، بدا كيقلب على شي خدمات وكيخدم هنا وليه باش يدبر على الفلوس، وبطبيعه الحال من قبل زور الهويه ديالو. ولكن اومن مور ما دازت 10 شهور كامله وهو هارب، وفي 5 يوليو 1993 شدوه البوليس من بعد ما اقتحم واحد المكتب ديال كراء السيارات باش يشفر شي طوموبيل. هاد المره ريتشارد داوه لواحد الحبس سميتو بارك هايتس، كاين في مدينه مينيسوتا. داك الحبس كان معروف انه شديد الحراسه لدرجه كبيره، وحتى شي واحد ما قدر يهرب منه من نهار تبنى حتى لديك الساعة. ومن بعد ما دوز تما شي اعوام صافي عرف انه الا بقى في داك الحبس ما عمر ما غادي يقدر يهرب، وبدا كيفكر في شي طريقة كيفاش يردوه للحبس اللي كان فيه في المرة الاولى. في الاول طلب من الادارة ديال الحبس باش يحولوه، ولكن ما بغاوش. وديك الساعة دار اضراب على الطعام، ما بقى كياكل ما بقى كيشرب. والادارة ديال الحبس عياو ما يشوفوه في الاخر قرروا يحولوه لواحد الحبس خور، ماشي الحبس اللي كان فيه المرة الاولى. داك الحبس كان حتى هو مزيرين فيه بزاف، وخصوصا الزنزانه اللي كانوا حطوه فيها، كانوا حاضين ما حيت كانوا عارفينو كيهرب. وعاوتاني ريتشارد لقى راسو في واحد الحبس خور اللي ما يقدرش يهرب منه، وبدا عاوتاني كيرغب فيهم وكيطلبهم باش يحولوه لشي حبس اللي يكون قريب من العائله ديالو باش يقدروا يبقاو يزوروه. وداكشي اللي داروا صافطوه لواحد الحبس خور سميتو بولوك اللي كان قريب للمدينه اللي كان كيسكن فيها. ودابا هاد الحبس ما مزيرش بزاف بحال الحباسات اللي كان فيهم من قبل، يعني عنده فرصه انه يهرب. ريتشارد عاوتاني بدا كيمثل عليهم ظريف دخل سوق راسو باش ما يبقاوش حاطين عليه الحراس. ما كانش كيدير نهائيا صداع، كان كيبقى غير بوحدو بلا صحاب بلا والو. كان كيخرج من الزنزانه ديالو كيمشي يخدم في واحد المصنع في الحبس النيت كيصاوبو فيه السيكان، وعاوتاني كيرجع. وبقى بحال هكاك شهور طوال حتى الاخر فعلا وهم الحراس انه تبدل وانه ما بقاش كيفكر في الهروب مره، وهكا ما بقاوش حاضينو ولاو كيميكو عليه شويه. حتى لواحد النهار فين صدمهم بشي حاجه اللي حتى شي واحد ما كان متوقعها. 5 أبريل 2006، دابا ريتشارد عنده 48 عام، وكان ديك الساعة دوز 18 عام في الحبس، وما بقاش قادر يزيد نهار خور تما. مع ديك 7:30 ديال الصباح فاق كيف ما العادة باش يمشي لداك المصنع اللي كاين في الحبس ويخدم دوك السيكان اللي كيدير. كان داك النهار مهم بزاف ليه في داك المصنع، حيت في داك النهار كتخرج السلعة من تما وكتمشي على برا ديال الحبس. ريتشارد ناد بكري ماشي باش يكمل الخياطة ديال السيكان ويصيفطهم لبرا، كان باغي يصيفط راسو لبرا ديال الحبس. شي شهر ونص وهو كيخطط لهاد النهار بالضبط، كان كيقاد واحد الصاك كبير اللي غادي يقدر يتخبى فيه مع السيكان الاخرين اللي صايب، وحتى الكارتونه اللي غيتجمع فيها كلشي. كان ضرب الحساب الماكله والماء اللي غادي يحتاجهم فاش يكون مخبي تما، وكان وجدهم في واحد القنت مخبي تما باش ما يشوفوا حتى شي واحد، وكان دا مع حتى واحد التيو صغير اللي يقدر يخرجوا من برا ديال داك الصاك باش يقدر يتنفس. قبل ما يمشي يبدا في هاد الخطه ديالو مشى كذب على واحد الساجين خور، كان قال ليه من هنا واحد نص ساعه او لا ساعه غادي نكون شارجيت كاع السيكان اللي صايبت في واحد الكارطونه وغنرجع للزنزانه ديالي حيت عيان شويه. وطلب منه باش يمشي يدور السكوتش مزيان على ديك الكارطونه باش صافي يهزوها ويصيفطوها على برا. داك السجين ما عقب والو، قال لي صافي واخا كون هاني. ومن بعد نص ساعه مشى لديك الكارطونه ودور عليها السكوتش مزيان كيف ما قال ليه، وما كانش عارف ان ريتشارد كاين لداخل مخبي تما وكيتسنى غير فوق حتى يهزوا الكارطونه وصافي يشارجيوها في الكاميون ويصيفطوها على برا. اصعب مرحله في هذا الشيء كامل هي فاش كتكون
السلعه خارجه من الحبس، حيت كيكون تما بزاف ديال الحراس وكيقلبوا السلعه مزيان قبل ما تخرج. ولكن ومن الزهر ديال ريتشارد الكراتن ما تقلبوش في داك النهار، حيت كان ملوي عليهم السكوتش وما فيهم اللي غادي يحل ويعاودوا يلويو من جديد. وبهكا قدر يهرب ريتشارد من الحبس للمره الثالثه. فاش كان غادي في الكاميون قتلو الصهد، العرق كيهبط ليه على عينو وما قدرش حتى يمسحو، والتنفس كان عنده قليل. عاد راه داير داك التيوك وما داروش كون راه مات تما. المهم من مور ما دازت شي جوج السوايع ديال الطريق وصل الكاميون لواحد الكراج فين غادي يحط السلعه، وشارجاو داكشي كامل تما. بغاو يهزو الكارطونه اللي كان فيها ريتشارد، ولكن جاتهم ثقيله بزاف، على داكشي جابوا ديك الاله وهزوها وحطوها في واحد القنت. كان ريتشارد حاط ودنو على دوك الخدامه اللي تما، حتى سمع واحد فيهم كيقول ليهم يلا راه الوقيته ديال الغدا. استغل ديك الفرصه وجبد واحد الرازوار صغير اللي ما عرفناش منين دبر عليه، قطع ديك الكارطونه وخرج من واحد الباب صغير كاين في الجنب ديال الكراج بلا ما يشوفو حتى شي واحد. ريتشارد في هذه اللحظه هرب من واحد الحبس اللي ما قدرش يهرب منه حتى شي واحد لمده 13 عام كامله. واحد الحارس في الحبس كان كيدور تما وكيشوف واش السجناء كاملين كاينين في الزنزانات ديالهم، وفاش طلع على الزنزانه ديال ريتشارد ما لقاهش تما. نط الروينه، كلشي نط كيجري وكلشي كيقلب عليه، وما عرفوش حتى كيفاش دار هرب وكيفاش دار خرج من الحبس. ريتشارد في نفس الوقت سرق الحوايج والسبرديله من واحد الدار كاينه تما، وبدا كيجري كيقلب على شي طوموبيل يسرقها باش يبعد من تما. داز 3 السوايع وهو كيجري، واحد البوليسي سميتو كارل بورلاند وقف عليه. هاد البوليسي كان غير كيدور كيشوف الامور واش لاباس واش ما كاين حتى شي مشكل. حتى بان ليه ريتشارد كيجري جهه واحد الغابه، ومشى لعندو باش يسولو شكون هو، شنو كيدير تما وفين ساكن. هاد الفيديو كان صورته الكاميرا اللي في الطوموبيل ديال البوليسي فاش وقف عليه باش يهضر معاه. كيف ما كتشوفوا ريتشارد ما خاف ما تفعفع ما والو، سيد مرتاح وكيجاوب على الاسئله ديالو كاملين وكيضحك من الفوق. هاد البوليسي كان ديجا وصلو الخبر باللي شي راجل سميتو ريتشارد لي ماكنير هرب من الحبس، ولكن ما كانش عارف الوجه ديالو كي داير، على داكشي خلى هاد السيد اللي قدامو يمشي بحالو عادي. في 2006 العام اللي هرب فيه ريتشارد الحكومه دارته في القائمه ديال اكثر 15 مجرم مطلوب، داروا التصاور وكاع المعلومات الشخصيه ديالو وعلقوهم في كاع البلايص. دوزوه في التلفازه شحال من مره وقالوا الا مشيتو حتى ما عرفتوش او لما تاكدتوش من وجهه شوفوا له في اليد اليمنيه ديالو، الا لقيتو فيها لاطراس ديال شي جرحه قديمه عيطوا على البوليس. داك لاطراس الا عقلتو قبيله كنت قلت لكم دار واحد المدابزه كبيره فاش كان في القوات البحريه وضرب يديه مع شي قرعه ولا مع شي كاس ديال الزاج وتجرح. المهم في الاخر ديال ابريل 2006 ومن بعد شي 15 يوم بحال هكاك منين هرب من الحبس، قدر ريتشارد يخرج من امريكا وطلع مشى لكندا. كان كل مره كيشفر طوموبيل وكان محترف في هذا الشيء، حيت من قبل كان كيبيع ويشري في الطوموبيلات وكان كيعرف كيفاش يدير يسرقهم. وفي كل مره شفر شي طوموبيل كدوز غير مده قصيره كيبيعها وكيعاود يشفر شي طوموبيل اخرى، منها كان مدور الحركه وعندو الفلوس، ومنها ما كيبقاش في طوموبيل وحده باش ما يحصلش. والاغلبيه ديال الطوموبيلات اللي كان كيشفر كانوا في اللون الابيض حيت ما كيبانوش ودغيا كيتخلطوا مع الطوموبيلات الاخرين. في الاول ديال شهر ماي 2006 البوليس وقفوا في الطريق حيت كان سايق واحد الطوموبيل مشفوره، كانوا طلبوا منه يخرج من الطوموبيل باش يسولوه. البوليس راه ما كانوش عارفينو باللي ريتشارد اللي هارب من الحبس، كان كيصحبت ليهم غير شي شخص شفر طوموبيل وصافي. داكشي اللي دار حيد السمطه وخرج من الطوموبيل، ولكن في بلاصه ما يبقى واقف حداهم باش يسولوه هرب. كان هنا عياو ما يتبعوا فيه ويجريو من موراه، ولكن ما قدروش يشدوه حيت كان سريع بزاف. كما قلت لكم راه ما عارفينوش باللي هو راه ريتشارد اللي هرب من الحبس، راه غير الطوموبيل اللي كان سايق كانت مشفوره ومولاها كان كيقلب عليها. داز غير يومين وعاد ضربهم الضو فاش عرفوا باللي داك السيد اللي هرب منهم هادي يومين هو ريتشارد اللي امريكا كامله كتقلب عليه. مباشره كندا حتى هي ولات كتقلب عليه، داروا اعلانات ونشروا تصاوروا في التلفازه باش اللي شافوا يعلم البوليس. وصل هذا الخبر لريتشارد وقص كيفكر واحد المده دا شنو يدير باش ما يتشدش، وفي الاخر قرر يطلع للشمال د كندا حيت كيكونوا فيها مدن باردين بزاف وما ساكنينش تما بزاف د الناس. داكشي اللي دار سرق واحد الطوموبيل وطلع للشمال د كندا وبالضبط لواحد المدينه سميتها فيديريكشن، وبقى تما عام ونص وهو مستقر وعايش عادي. على طول داك العام ونص كامله واخا كان هارب من الحبس كان مازال فيه الفعايد الاجرام ومازال شفار، شفر الفلوس من بزاف ديال الوكالات ديال كراء السيارات وما عمر حصل ولو حتى مره وحده. ومن فوق هادشي كان كيشفر الطوموبيل وكيزور الوراق ديالهم وكيعاود فيهم البيع، يعني السيد كانت عنده الفلوس دايره مزيان. ولكن هادشي ما غاديش يدوم، وغادي يجي واحد النهار اللي الوقت ديالو صافي غادي يتسالى.
في 27 اكتوبر 2007 واحد البوليسي شاد التقاعد كان مسافر في الطوموبيل ديالو كان شاد لوتوروت. حتى لواحد اللحظه دوبلات واحد الطوموبيل كبيره اللي كتبان غاليه ولكن السرجم اللوراني ديالها كان مهرس. البوليسي شك ياك ما هاد الطوموبيل تكون مشفوره، خدا النمره ديال الماتريكول ديالها وصون على البوليس باش يعلمهم. البوليس ما مشاوش يتعرضوا لديك الطوموبيل مباشره حيت خافوا لا تكون ما مشفوره ما والو ويضيعوا وقتهم على الخاوي. مشاو علموا البوليس ديال كندا كاملين وقالوا ليهم الا مشيتوا حتى شفتوا الطوموبيل بهاد الماتريكول حققوا مع مولاها واش مولاها نيت او لا غير شافرها. داز يومين واحد البوليسي سميتو ستيفن غانين كان كيدور بالطوموبيل ديالو ديال الخدمه في وسط المدينه كيف ما العاده. حتى لواحد اللحظه شاف ديك الطوموبيل اللي وصاوهم عليها الا شافوها يحققوا مع مولاها كانت واقفه في الضوء الاحمر في وسط من المدينه. البوليسي مشى نيشان من موراها وكلاكسونا باش مولاها يحبس على جنب الطريق ويخرج باش يهضر معاه، ولكن وقبل حتى ما يشعل الضوء الاخضر كسيره مول داك الطوموبيل والبوليسي تبعو من اللور. داز 20 دقيقه وهما كيتجاراو حتى واحد اللحظه مول داك الطوموبيل المشفوره ضرب واحد التروطوار حتى تعوجات ليها الرويضه. ديك الساعه هبط منها ريتشارد كان هو اللي سايقها وماشي ديالو بطبيعه الحال غير شفرها كيف عادتو. فاش خرج منها بدا كيجري بالسرعه ديالو القصوى، ولكن هاد المره طاح في بوليسي اللي حتى هو كيطير وكيجري مزيان وصحيح ولحق عليه وصافي شدو. من بعد ما تشد ريتشارد واخيرا البوليس دي كندا داروا في واحد الحبس بحراسه مشدده وحطوا قدام الباب الزنزانه ديالو جوج ديال الحراس يحضوه 24 ساعه على 24. ومن بعد رجعوا لامريكا لواحد الحبس كاين في كولورادو كاين في وسط من الجبال. داك الحبس كان فيه غير اخطر المجرمين بحال القتله المتسلسلين والارهابيين المحكوم عليهم بالاعدام وكيتسناو العقوبه ديالهم، وتما ما يمكنش شي واحد يهرب حيت ما عنده فين يمشي. ديك البلاصه كانت كلها جبال، يعني الا هرب من تما شي واحد دغيا غيشدوه وهادشي الا لقاوه حي. ريتشارد لي ماكنير تما غادي يكمل داكشي اللي بقى ليه من حياته. حطوه في واحد الزنزانه كيجلس فيها 23 ساعه وكيخرج غير ساعه وحده في النهار ولحد الان باقي تما. فاش كيكون بنادم صغير وطايش كيدير شي حوايج اللي ما كيفكرش في العواقب ديالهم. كانت هذه هي القصه ديال اليوم، شكرا بزاف حيت كملتوها حتى الاخر. ما تنساوش تدعموني بزاف الاعجاب وكما العاده نتلاقاو في قصه جديده. تهلاو.